هذا وتتمتع المملكة العربية السعودية بثقل سياسي واقتصادي وأمني عالمي ودور قيادي في حل النزاعات الدولية والإقليمية بالوسائل الدبلوماسية، الأمر الذي جعل الدبلوماسية السعودية تحظى بتقدير دولي كبير ومكانة مرموقة على مر التاريخ في محيطها العربي والإسلامي والدولي. رست الدبلوماسية السعودية عهدها كله لتوحيد الصف ولم الشمل، لا سيما في العالمين العربي والإسلامي، ومناصرة القضايا العربية العادلة ورعاية حقوق الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم، إضافة لسعيها الحثيث لتحقيق السلام والأمن في العالم أجمع، سعياً لتحقيق استقرار شامل أمثل يفضي إلى حياة يهنأ فيها الجميع بكل ما يحلم به من سبل الراحة. وتحرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده من خلال وزارة الخارجية والسفارات السعودية في الخارج على خلق علاقات مشتركة مع جميع دول العالم، حيث تعد الوجه المشرق للمملكة والراعي الأول لمصالح المواطنين في مكان وجودهم. وتتمتع الدبلوماسية السعودية الرائدة برؤية ورسالة وقيم أساسية لتحقيق المصالح الوطنية وحمايتها وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال رسالة واضحة لصياغة وتنفيذ السياسة الخارجية بما يتماشى مع مبادئ المملكة في سبيل حماية وتعزيز المصالح الوطنية ورعاية المواطنين والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم من خلال كفاءات بشرية مؤهلة ونظم تقنية ومعلوماتية متخصصة وبرامج دبلوماسية فعالة. ولذلك فإن السياسة السعودية تكرس فكرة الاصطفاف مع الفرص الدولية وبناء اقتصادات متعددة الأوجه ومتعددة الوجهات، وذلك يترسخ بزيارات وزير الخارجية السعودي المستمرة وتواصله العميق مع مختلف رؤساء الدول ووزراء الخارجية، والذي أثمر عن حل عشرات المشاكل الإقليمية والإسهام في الإصلاح بين كثير من الدول. وكانت القمم العربية والإسلامية وقمة السعودية مع الدول الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية مثالا حقيقيا لقدرات وإمكانات ومكانة السعودية في العالم.